تفضلي. هذا انت. نعم. وهي انت. ايوه. وهي انت. نعم. وهي انت. ايوه. هذا مين؟ الجيران. واقف معك. ايوه. وهي مين اللي واقفه معك؟ واللي جنبها؟ كمان بنت الجيران. وهاد مين؟ برحلة كنا جروب برحلة. رحلة يعني من الجروب اللي معنا. كم واحد؟ اه. هاد مين؟ ابن اخي. بناء على تعليمات المعلم صاحب المحل ما حدا بياخذ صورة الا اللي له. شلون اللي له؟ يعني هدول صورك خديهم هي ظرف حطيهم. اي ايه هدول بدهم يجوا اصحاب الصور. شو الحكي؟ عم نعلق بمشاكل كثير. الله يخليك. عفوا هلا انا عندي 50 شخص انا عندي بالصور طالع من بدي اجيب لك اياهم. كل واحد يجي ياخذ صورته. شو الحكي؟ مثل ما عم تسمعي. واللي مسافر واللي رايح واللي جاي واللي مريض واللي يجي واللي 100 لا يتعافى. في واحد بيناتهم 100 لا شو بساوي فيني اجيب لك اياه؟ المية حصل بس بيجوا الورثة بياخذوا ال لا بدك تجد. اه بدك تجد. عم بحكي جد. بس شو الحكي؟ تحبي تاخذي شيء مقلق؟ عيني انا بدي صور. تعالوا حبوباتي تعالوا يلا. انا عندي صور. أيوه؟ بدي صور. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. هي هبه. ايه ماشي. لحظه بالله لحظه شوي معلش لحظه. يكون عندك ممكن تمشيني انا بس دقيقه مش انه جاب الاولاد بس مشيهم تخيل عيني. دقيقه اذا بتفيدي. تعي تعي بابا تعي. اي تفضل. يسلموا. لا ايدك انت امسك يا عمو. مو مشكله يا اخي انا المدام بكره بجيب لك اياها مشان تعطيها الصوره لانه اليوم ما مشكله عندها شغل. والشباب الشباب معي ما بعرف اذا لهم صور عندك. انا بالنسبه لي حاطط انت فيلم عنده يعني؟ شو؟ حاطط فيلم عنده؟ هذا المصور على طول نحن بنصور عنده وبتجيب له كل ما حبيبي. واحد طالع بصوره بجيب له اياها؟ لك ها شو ما بيعطينا الصوره بدل ما يجيب. يلا بابا يلا. مع السلامه. شو هالشغل هذا؟ ما بعرف شو بتحبي. اهلا وسهلا فيكي. تعليمات المعلم. عفوا انا حاكيني مثل ما انا عم حاكيك. انا جبت لك الفيلم تحمد لي اياه. انا اجى معي 100 واحد. انا جيت لحالي مثل ما سلمتك بتسلمني لو سمحت. طيب بتحسني تمرقي بكره تشوفي لمعلم؟ لا صاحب المحل والله مالي فاضي. لا. انا شو ذنبي؟ انا على مسؤوليتي ما بحسن بعطيك. اعطيك صور بتخصني الي؟ شو بدي بالصور اللي تخصك انت؟ بدي الصور اللي بتخصني انا. بتخصك انت اخذتيهم. ما بصير هذا شو كل الصور انا طالعه فيها هي بدي اخذها. لا في حدا معك. هلا امي الوالده عندي مريضه يعني شو بدي اجيبها لك انا؟ ما بعرف جيبي لي وكاله. شو بلا عم تحكي انت عن جد؟ ما هيك تعليمات المعلم. لو سمحت اعطيني الصور. يعني شغله مو مستاهله. واحد واحد يساوي ثلاثه. جبت لك الفيلم ولا لا؟ اه جبت لك انا الفيلم ولا لا؟ مين اجى معي بس جبت الفيلم؟ شو بيعرفني شو بدي اتذكر كل زبون انا؟ والله انت المزعوجه ولا انا المزعوجه؟ والله رح تفرقني انت. اعطيني الصوره لو سمحت. اهلا وسهلا. هي الوالده مشان تعطينا الصوره. الله يسلمك. اهلا وسهلا. يا هلا. من وين بالله انت جايب لي هالقانون بالله هذا الجديد؟ هي صور الوالده. يو. المدام وينها؟ المدام قلت لك مريضه لبكره. ماشي. ماشي. هي صفي لها صوره. ماشي تفضلي ماما. شكرا. اهلا خالي. يا هلا وسهلا. بالله عم تحكي انت من جاي؟ شفتي اللي بيفهم بيريح. يعني انت عم تعمل مع ناس ما بنفهم يعني. لك على سلامتك يا اختي بس عم حاكيك يصلي من الصبح. انا هيك معي تعليمات يعني ليش عم توجعي لي راسي؟ هلا هي العالم كله اللي متصوري معي مو موجوده. ايه امتى بيجوا؟ بعد 100 سنه. بعد 100 سنه بتاخذي الصور؟ هلا بدي اياها. هلا ما في صور؟ هلا بدي اياها. هلا ما في صور؟ هلا ما بطلع من هلا اخذ الصور. وهي وين بدي صوري انا ها؟ هلا بدي الصور. على فكره حتى لو تركتيهم ما بعطيهم لغيري. انا هلا بدي الصور. كيف بدك الصور؟ هلا الصور كلها بدي اياها الفيلم. لك على اي اساس؟ شو على اي اساس؟ فيلم جبت لك اياه تحمضه انت، شو بتقلي هي الصوره لفلان وهي علتان بدك تجيبيه للعالم؟ يا اختي مش من هذا اجنب اللي عفوا هذا اجنب هذا اللي عم يجيب لك اهله. ليش بقى؟ شو هذا فيه عقل هذا؟ مو من حقك مو من حقك انت مو من حقك. لك قوم يا زلمه وحد الله اعطيني الفيلم لهون. ليش بتتعدي على ممتلكات الناس؟ شو ممتلكات الناس؟ الفيلم انا جايبت لك اياه. الفيلم جايبتيه بس لو ما شفتوا انا الفيلم منين بدك تشوف العالم انت؟ هذا الكلام انا مستوعبه. انا ما بطلع من هون لاخذ الفيلم. وليش عم تحكي؟ شو هالحكي هذا اللي عم تحكيه؟ ليش عم تحكي؟
ليش عم ضايط علي؟ في انسان عاقل بيحكي هالكلام؟ عيني بتروحي بتجيبي عفوا شو عفوا انا عفوا هاي بتروحي بتجيبي اللي كانوا معك بالصور شو جيب هذا شو جيب اللي كانوا معك بالصور منين بدي اروح اجيب لك اياهم؟ عم فرجيك اياه هون كل هذا العالم مو موجوده هذا مين؟ بعد بيقول لي هذا مين؟ هذا ابن اخي ايه سافروا لحظه ما بيهمني سافروا انا مو كانوا عم يصيفوا طلعنا لك يعني انا طلعناهم على البحر صيفنا والفيلم اللي عندي الجماعه سافروا طيب نعم انا هي مشكلتي اعرف القضايا ما احب الخصوصيه هي ذاتها مو مشكلتي معفنت على الله انت هذا غلط تطلع لي صوره تقول لي هي صورتك هي صوره مين وهي صوره تناولني الفيلم كامل بالظرف هذا ما بتطلعوا الفيلم اوف لك بعد التحميض ما بيأسيها لا انا بعرف فيها الشغلة يعني انا حريص كتير على اني مشي الشيء اللي بدي اياه المعلم لا. اما تجاوزا انا محسن مثلا اعطيك صور بخصوني الي ها هي هدول بخصوني الي خديه ما لي شغل فيه هدول شو بدي اسوي فيهم انا ها لمين هدول هذول بخصوني انا صور رفقاتي انا شو بدي اسوي فيهم خديه وين بدي اخذهم يعني سكتي اصحاب الفيلم فيه سكت اصحاب الفيلم فيه هذول لما يجوا يعني عيني ما بيلزموني لا عفوا هذول ما بيلزموني هذول خلي لك ياهم الالاف كيف شقت فيهم هذول خلي لك ياهم الالاف انا بكره ما بعرف شلون بدي اجي اخذ الصور هذول مين هذول الصور لزمان بيلحقوني يا صور من هنا بدهم ياخذوني عفوا يا اختي انا ما صدق عيني معقول نجتني انا معقول الله الله علي هالكاميرا الخفيه نجتني انا ما صدق عيني الله عليها الكاميرا الخفيه نجتني انا ما صدق عيني معقول نجتني انا معقول الله الله علي هالكاميرا الخفيه نجتني انا ما صدق عيني